طيب نروح بقى الاخبار. مران الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، والنهارده كان في تدريب صباحي، كانت معظم فقرات التدريب تدريبات بدنيه في الجيم. عارفين ان الفتره الحاليه هو الهدف منها زياده معدلات اللياقه البدنيه بعد الراحه السلبيه اللي كانت حوالي 5 أيام في نهايه وبدايه هذا الاسبوع. قدامكم على الشاشه يمكن بعض اللقطات الخاصه والحصريه من تدريب الفريق صباح اليوم. ابرز الامور اللي شايفها قدامكم وزي حضراتكم شايفينها معايا، بيرسي تاو اهو في المقدمه بنيولك الجديد، محمود كهربا، حسين الشحات، احمد عبد القادر، محمود متولي كمان كان في المران الجماعي في بدايه المران، برونو سافيو، رامي ربيعه، احمد عبد القادر. يمكن الجهاز الفني حرص النهارده يخصص فقره تدريبات بدنيه في الجيم كل اللعيبه شاركوا فيها، وتم تقسيمهم على مجموعتين قبل استكمال بقيه فقرات التدريب في ارضيه الملعب. السويسري مارسيل كولر يمكن عقد محاضره قصيره قبل انطلاق المران، واتكلم فيها على تدريب النهارده، ايه اللي احنا هنعمله في مران النهارده، وايه المطلوب مننا، وايه اللي تم امبارح، وايه الايجابيات وايه السلبيات. واحنا شايفين يمكن تدريبات تخصصيه في مساله التسليم والتسلم والكوره، ويعني ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيكون في تقدم اكتر في المستوى الفني عن المرحله الاولى اللي كانت نسبه النجاح فيها بصراحه بنسبه 100%. نفتقد حاليا علي معلول، علي معلول مع منتخب تونس، والنهارده كان عندهم مباراه وديه مع ايران، كسبوا ايران فيها 2-0. نتمنى التوفيق يا رب لعلولو في كاس العالم، ويكون خير سفير للنادي الاهلي في مونديال كاس العالم في قطر باذن الله. وكل ما يقعد يوم زياده بعد دور المجموعات كل ما هيكون بالتاكيد في ارقام ماليه هتدخل خزينه النادي الاهلي من خلال برنامج الفيفا لحمايه حقوق الانديه في مساله مشاركه اللاعبين في المباريات الدوليه. عندنا علي معلول وعندنا كمان بدري بنون مشاركته مع المنتخب المغربي. عمار حمدي يمكن واصل اداء فقرات برنامج التاهيل اللي بيأديها في الملعب، ودي مرحله اخيره من برنامج العلاج ليه اللي طبعا بيأديه الفتره الاخيره. زي ما انتم شايفين عمار حمدي اهو في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي عقب اصابته بقطع في الرباط الصليبي. ده جزء من البرنامج التاهيلي اللي بيأديه عمار حمدي في ملعب التتش، ومعاه طبعا بالتاكيد دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل عشان يشرف على هذا البرنامج اللي تم وضعه بالتاكيد من خلال الطبيب المعالج اللي اجرى له العمليه الجراحيه قبل حوالي 5 شهور. طيب التدريب بكره هيبقى على فترتين، النهارده كان في التدريب فتره واحده صباحيه، لكن بكره فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، وده برنامج وضعه مارسيل كولر، مفيش حاجه للصدفه، ده برنامج وضعه مارسيل كولر من قبل الاجازه وقبل ما ياخد اجازه ويسافر سويسرا ويعود لقياده التدريبات. نتمنى يا رب بكره يكون في بقى تدريبات خططيه والدخول اكتر زي ما انتم شايفين بتدريبات الكوره، وباذن الله هنشوف الفتره الجايه هل ممكن يبقى في يعني مباراه وديه قبل مواجهه المقاولين يوم 27 نوفمبر ولا لا، ده هيتحدد خلال الساعات اللي جايه، لكن يا رب باذن الله تكون مرحله موفقه في اطار الاستعداد لمباراه المقاولين ثم مباريات الدوري بعد ذلك.